السلام عليكم. اليوم راح نديكم في جولة في الجزائر العاصمة، في قرب واحد الآغا. هنا نشوف عمارة تاع اير فرانس، هذه اللي كانت تابعة لاير فرانس، عمارة موري اسمها موريتانيا. وهنا نشاهد محطة آغا، وهنا رانا في لارومب، لارومب تاع تافورة اسمها الهبطة ولا لارومب تاع تافورة. وهنا نشاهد على اليسار مدرسة، المدرسة العليا للتجارة. هنا رانا نقفي امام مقر البورصة، البورصة الجزائرية. وهنا الان رانا في شارع عميروش، هذا البنك الخارجي. ونلاحظ ان الترميمات جارية في كل. وهنا رانا امام وزارة الفلاحة تقريبا. الان نترككم مع الجولة هذه، صحة رمضانكم والسلام عليكم.